مادة الأبلايد ميكانيكس هي مادة بندرسها عشان يعني زي ما احنا هنشوف هي أساس لحاجات تانية قدام هتدرسها. هتدرس برضو يعني في شغلك لو انت قدام ازاي تحدد، يعني اللي هنتكلم فيه في الشابتر الأول المركز الثقة للأجسام أو السنتروي بتاع الأجسام، وده أهميته إيه في إنك تعرف توازن القوة، إزاي تجيب محصلة قوة تأثر على جسم معين. طب لو عندك جسم معمور في سائل في ليكويد، إزاي تجيب المحصلة بتاعته والالتزام بتاعه. الكلام ده كله هندرسه في مادة الأبلايد ميكانيكس بتاعتنا إن شاء الله. هنبدأ في الأول بالسنترويد، ويعني إيه سنترويد، إزاي نحدد السنترويد، ده أول شابتر. وبعد كده هندرس المومنت أوف إنيرشيا وإزاي نحسبها للأشكال والأجسام المختلفة، وهندرس برضو الفورسز على الأجسام المغمورة زي مثلا البوابات اللي في السدود أو أجسام السدود أو مثلا الغواصات أو السفن أو القوة اللي بتأثر عليها ومحصلة القوة ديت والالتزام بتاعها. في التفاصيل بقى في تفاصيل تانية هنتكلم فيها، بس بصفة عامة الحاجات ديت هي أبلايد ميكانيكس، هي مادة تطبيقية، فكل حاجة بنتكلم فيها لها تطبيق يعني. طيب المادة من 150 درجة على ما أتذكر، يعني لو الذاكرة ما خانتنيش في 100 درجة على الفاينل و50 درجة أعمال سنة. الكتاب في كتاب موجود معانا، هنشوف يعني في خلال الأسبوع ده هقول لكم إذا كنت هنزل الكتاب ولا في الكلية. يعني مش عارف انتوا حد لكم تجربة في ان انتوا تجيبوا الكتاب من اللي هو التعليم الإلكتروني ده، يعني اشتريتوا كتب عن طريق اللي هو الترم اللي فات ما فيش حاجة نزلت لنا. تمام. والسنة اللي فاتت كانت ورقي يعني. كانت ورقي. طيب انا بس يعني محاضرة النهاردة يعني الفيديو هيبقى معاكم، وان شاء الله هبلغكم برضو الدنيا هتبقى التفاصيل هتبقى عاملة ازاي يعني بالنسبة لموضوع الكتاب. طيب مين مندوب الدفعة عندكم صحيح؟ ولا لسه ما عندكوش مندوب؟ اكيد في مندوب دفعة. صمت. ايوه يا دكتور هو محمد في مهدي بس تقريبا مش موجود. مع حضرتك يا دكتور احمد مهدي؟ لا انا عمر عسل. عمر. انت المندوب عمر؟ ايوه يا دكتور. خلاص هبقى بعت لي رساله على التيم وابعت لك رقم تليفوني، لو في حاجة أبقى أبلغك عن طريق تبلغك الدفعة يعني. ماشي. طيب تاني أنا معاكم في المادة والمعيدين وقت المحاضرة أو كده لو في حاجة الناس تشتغل، ومن البداية لو في حاجة مش في حاجة مسائل بتاع المعيدين موجودين معاكم وأنا موجود برضو، و إن شاء الله تبقى الأمور تمام يعني. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول هو ده الشابتر واحد بس، هي بس اللي إحنا نبدأ بيه ده تنسيق الأرقام دي هتبقى ظبطها. شابتر واحد العنوان بتاعه Distributed Forces اللي هي القوة الموزعة، يعني بيتكلم بالأساس بقى على السنترويدز and center of gravity. طيب قبل ما نخش في الكتاب والمحاضرة
كلامي يعني والشرح، يعني ايه كلمة سنترويد ويعني ايه كلمة سنتر اوف جرافيتي. احنا اي جسم له ماس، له كتلة، تمام، فيبقى له وزن، صح؟ الوزن ده عبارة عن الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية، تمام؟ لو أنت ماسك موبايلك كده، الموبايل بتاعك ده هو جسم مجسم 3 دايمنشن، له طول وعرض وسمك، له كتلة معينة، فلو ضربت كتلة الموبايل بتاعك اللي أنت ماسكه في إيدك ده في عجلة الجاذبية الأرضية هيديلك الوزن بتاع الموبايل، أو لو حطيته على ميزان هيطلع لك الوزن بتاعه. الوزن ده هو عبارة عن قوة لها مقدار ولها اتجاه، هي كمية متجهة لها مقدار، اللي هي المقدار الوزن اللي انت الميزان هيقراه لو حطيت الموبايل على الميزان، له اتجاه بيبقى رأسي الأسفل، تمام، وله نقطة تأثير ده الزيادة. احنا عارفين ان الوزن له مقدار واتجاه، مقداره الوزن بتاعه اللي هو الكتلة في العجلة ده المقدار، القيمة بتاعة الوزن، اتجاهه بيبقى رأسي لأسفل. طب رأسي لأسفل من أي نقطة؟ يعني الموبايل عندك له أبعاد، طب الوزن ده بيأثر في أي نقطة في الموبايل بتاعك؟ في النص، يمين، شمال، في الجنب، معرفش فين نقطة تأثير الوزن، تمام؟ نقطة تأثير الوزن بنسميها center of gravity أو السنترويد بتاع الجسم، تمام كده؟ center of gravity أو center of weight هي النقطة اللي في الجسم، هي نقطة خلال الجسم بتاعك اللي هو الموبايل اللي احنا بنتكلم عليه، نقطة من الجسم بتأثر في النقطة دي الوزن المحصل بتاع الجسم كله، تمام؟ طيب زي ما احنا قلنا الوزن بتاعنا بيأثر في نقطة من الجسم، أي جسم أنت مسكته في إيدك، أي حاجة لها كتلة فلها وزن، قلنا الوزن بيساوي الكتلة في العجلة، عجلة الجاذبية الأرضية، وله نقطة تأثير، نقطة تأثير الوزن هي دي السنتر اوف جرافيتي او السنترويد. طيب عشان نحدد اللوكيشن، الموقع بتاع نقطة تأثير الوزن، لازم يكون في عندي ريفرنس او مرجع او نقطة بحدد احداثيات، نقطة مرجعية بحدد احداثيات السنتر اوف جرافيتي بالنسبة للنقطة الريفرنس دي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انت رايح، انت في طنطا مثلا ورايح مشوار مثلا في الاسكندريه، ورايح بعربيتك وانت ما سافرتش اسكندريه قبل كده بعربيتك، فما تعرفش الطريق، فبتفتح الجي بي اس وبتحدد اللوكيشن اللي انت رايحه، انا رايح اسكندريه مثلا، رايح ابو قير في الحته الفلانيه في ابو قير مثلا، بتكتب الايه العنوان اللي انت رايح له اللي هو بنسميه الديستنيشن او نقطه الوصول اللي انت عاوز تروح، بتلاقي الجي بي اس كاتب لك، مش هيدي لك الخريطه او الطريق الا ما يقول لك الستارتنج بوينت، نقطه البدايه، انت هتبدا منين، حضرتك هتبداها منين، فبتختار يا اما يور لوكيشن الموقع اللي انت فيه، انت هنا في المكان اللي انت فيه، او هتبدا رحلتك من مكان تاني، ممكن انت بتجهز الرحله، انت بكره هتبقى مثلا في كفر الزيات وتتحرك من كفر الزيات، فبتختار المكان اللي انت هتبدا حركتك منه، تمام؟ فالستارتنج بوينت دي كل ما اتغيرت كل ما الطريق اتغير، يعني لو واحد رايح اسكندريه من طنطا هيمشي الزراعي مثلا لحد ما ياخد ايه، وهياخد طريق معين، طريق الزراعي. طب لو واحد في القاهرة مثلا في أكتوبر ورايح اسكندرية، لا ده أنا هاخد الطريق الصحراوي هو أقرب لي، تمام؟ واحد جاي من الصعيد ده هاخد طريق تاني، واحد جاي من مثلا من مرسى مطروح ورايح اسكندرية
طريق تالت خالص هيمشي الدوري الساحلي. فكل ما اختلفت الستارتنج بوينت او النقطه المرجعيه، نقطه البدايه بتاعتك، كل ما الطريق اختلف وطول الطريق والمسافه والاتجاهات بتاعتك اختلفت. ده في الجي بي اس نفس الكلام، كل ما اختلف نقطه الاصل اللي انت منها بتحدد ابعاد او اللوكيشن بتاع السنترويد، كل ما مكان نقطه الاصل اختلفت كل ما الابعاد دي اختلفت. يعني ايه؟ ببساطه خالص، انا عشان احدد مركز ثقه لاي جسم لازم يبقى عندي احداثيات اكس وواي. لو هو الجسم ده تو دايمنشن بس، يعني لو هو 3 دايمنشن يبقى اكس وواي وزد، وتقاطع الاحداثيات ديت او المحاور دي هي نقطه الاصل، هي نقطة O. نقطة الأصل هي النقطة اللي أنا بجيب أبعاد مركز الثقل بالنسبة لها. تمام كده؟ يعني لما أنا أجي لك في أي مسألة وأتكلم إن أنا عاوز أحسب مركز ثقل أي جسم زي ما هنشوف، لازم أكون راسم لك إحداثيات الـ X أكسس والـ Y أكسس والـ Z أكسس لو الجسم بتاعك 3 دايمنشن، لو هو 2 دايمنشن أو 1 دايمنشن هيبقى الـ X والـ Y بس، عشان تعرف نقطة الأصل فين وبناء عليها تحدد إحداثيات مركز الثقل بالنسبة لنقطة الأصل. طيب أنا برضو بدردش وهنخش بقى في التفاصيل. الجسم بتاعنا اللي أنا عاوز أحدد مركز ثقل السنترويد بتاعه ممكن يبقى one dimension. يعني إيه one dimension؟ يكون واير، سلك، أو حبل، خيط، سلسلة، حاجة لها طول، مش شرط تكون مستقيمة، ممكن تكون واخدة شكل كيرف. تمام؟ لها طول، سمكها صغير خالص، فبعتبرها وان دايمنشن. ممكن يكون الجسم بتاعي اللي أنا هشتغل عليه عاوز أحدد مركز ثقله تو دايمنشن، ثنائي الأبعاد. زي ايه؟ زي الورقه بتاعه الكتاب اللي قدامك او السكتش او الكراسه بتاعتك. الورقه ديت ثنائيه الابعاد. لوح الازاز اللي على المكتب ده تو دايمنشن، يعني السمك بتاعه صغير خالص فبهمله. اي حاجه لها طول وعرض والسمك صغير خالص فبهمل السمك، بعتبر الجسم ده تو دايمنشن. تمام؟ ففي الحاله دي يبقى ده مثال لتو دايمنشن. هحتاج ده هدرس برضه ازاي احدد مركز الثقل بتاعه. ممكن يكون الجسم اللي انت عاوز تحدد مركز الثقل بتاعه 3 dimensions. 3 dimensions زي ايه؟ اي حاجه مجسمه، طرابيزه مثلا، حائط، حاجه شكلها مش منتظم، كوره، شكل مخروطي وفي نص كوره تحت. اي حاجه 3 dimension لها ثلاث احداثيات اكس وواي وزد، هنشوف ازاي نحدد مركز ثقل. تمام؟ فده بصفه عامه اللي احنا هنشتغل فيه الشابتر ده كله، ازاي نحدد مكان اللوكيشن بتاع السنتر اوف جرافيتي او السنترويد بتاع الاجسام احاديه الابعاد وان دايمنشن، زي ما قلنا الخيوط او الاسلاك، اسلاك كهرباء مثلا او وايرز أو سلسلة أو مش عارف إيه، أو أحدد السنترويد بتاع التو دايمنشن بوديز زي مثلا أي فلات بليت، شكل مسطح. فلات بليت ده ياخد أي أشكال بقى، زي ما الشكل بتاعه زي ما يكون شكل منتظم أو مش منتظم، هنشوف برضه هنحدد مركز الثقل بتاعه إزاي، أو جسم 3 دايمنشن. فكل ده هندرسه وناخد عليه أمثلة ونشوف بنتعامل معاه ازاي. طيب تعالى نقرا انتروداكشن. المقدمة بيقول لك actually the earth exerts a force on each part of particles forming the body. All small forces may be replaced by a single equivalent force. يعني بيقول لك ان الارض بتتأثر بقوة اللي هي قوة الجاذبية، يعني الارضية، على كل جسيم من الجسيمات اللي هي كتيرة جدا اللي بتأثر على أي جسم.
لو انت جمعت مجموع القوة ده على اي اللي بتأثر على جسم، يعني لو انت عندك كوباية مثلا، الكوباية دي ممكن تقسمها لعدد لا نهائي من الايه بارتكلز الصغيرة. كل بارتكل صغيرة في الكوباية دي هيبقى لها وزن، وبالتالي هيبقى لها قوة بتأثر، قوة الوزن اللي بتأثر على البارتكل ده. ممكن انت تستبدل كل القوة اللي بتأثر على البارتكلز الكتير اللي بيكونوا الجسم ده بإيكوفيلنت فورس اللي هي اسمها دبليو كابيتال، سنجل إيكوفيلنت فورس، قوة واحدة اللي هي الوزن المحصل بتاع الجسم ككل. الإيكوفيلنت فورس ديت which is applied بتؤثر at the center of gravity of the rigid body. الوزن ده، الوزن المحصل ده أو الوزن الكلي ده اللي هو W اللي هو وزن الكوباية ككل، تمام، ده نقطة تأثيره فين؟ في center of gravity بتاع rigid body، الجسم المتماسك ده، تمام. فإحنا عاوزين نحدد مكان center of gravity. طيب بداية هيكلمك على الـ areas and lines. الـ areas يعني المساحات اللي هي الأجسام اللي هي الـ 2 dimension. أنا بتكلم في area يبقى أنا بتكلم على جسم ثنائي الأبعاد 2 dimensional body. lines خطوط يبقى 1 dimension body زي ما قلنا الـ wires وكده. فهو هنا يقول لي إيه center of gravity of a 2 dimension body. لو أنا عندي جسم ثنائي الأبعاد، فهو هنا لو بصينا كده هنلاقي رسم لنا الجسم بتاعنا ده زي ما انت شايف كده، شكله كده يعني منحني كده، شكل مش منتظم معين. وعمل لنا المحاور الثلاثة هي ادي نقطة الأصل، النقطة O، النقطة دي، وده محور X، وده محور Y، وده محور Z، تمام. وقال لك الجسم ده الوزن الكلي بتاعه اللي هو W total أو W capital بيأثر في نقطة اسمها G. النقطة ديت اللي هي نقطة G ديت، النقطة ديت هي مركز الثقل بتاع الجسم، تمام. أبعاد النقطة G ديت أو أحدثيات النقطة G دي بتبعد عن محور Y المسافة ده اسمها X داش، وبتبعد عن محور X المسافة اسمها Y داش. فالأحدثيات ديت X داش Y داش هي ديت احداثيات مركز ثقل الجسم. تاني السنتر اوف جرافيتي بتاع الجسم ده هو النقطه جي ده، هي اللي هي بيأثر فيها الوزن. دي اللي انا عاوز احددها في ايه الشابتر ده. احداثياتها اكس داش هي المسافه بين مركز الثقل والمسافه العموديه من مركز الثقل ومحور واي، دي اسمها اكس داش. والمسافه العموديه بين مركز الثقل ومحور اكس هي واي داش. فانا لو الجسم بتاعي 2 dimensional يبقى انا محتاج احدد الاكس داش والواي داش اللي هما احداثيات مركز ثقل الجسم ده. قال لك الجسم ده اصلا هو عباره عن مجموعه من البارتكلز، من الجزيئات، كل بارتكل له وزن صغير اسمه دلتا دبليو. فانت عندك هنا ممكن تقسم الجسم ده لعدد لا نهائي من الجزيئات، 10 حتت، 20 حته، 30 حته، كل حتة صغيرة لها وزن، وزنها اللي هو الوزن الصغير بتاع دلتا دبليو، تمام. بيأثر في نقطة تأثير في يعني في المكان بتاع الحتة دي. لو انت يعني انت قسمتها لحتة صغيرة قوي فكل حتة لها وزنها، بيأثر في منتصف البارتيكل ده، تمام. وبالتالي نقطة تأثير كل حتة هتختلف على حسب مكانها. يعني انت الجسم ده عملت حته هنا وحته هنا وحته هنا وحته هنا، كل جسيم صغير له وزن اللي هو دلتا دبليو اللي هي بتبعد مسافه مثلا اكس واي عن محور واي ومحور اكس، تمام. ايه علاقه الدلتا دبليو بالدبليو، وعلاقه الايه الاكس داش والواي داش بالابعاد بتاعه الاكس والواي بتاعه مركز ثقل كل جسيم لوحده؟ هو هنا بيقول لك ايه، consider a flat plate، a flat horizontal plate، ده horizontal plate اهوت مستوي. بيقول لك we divide the plate into n small elements. هنقسم الشكل ده، هنقسمه تحت لعدد n، n دوت ممكن يبقى 10، 20، 15، 5،
عدد من الجسيمات، هنقسم الشكل ده لعدد من الجسيمات، فبالتالي هينتج عندنا لو انا قسمته مثلا لخمس اليمنت هيبقى عندي خمس اوزان، كل اليمنت له وزن. الدلتا دبليو واحد هي وزن الاليمنت رقم واحد، نقطة تأثيرها احداثياتها اكس واحد وواي واحد. طيب الدلتا دبليو اتنين هي وزن الاليمنت رقم اتنين، نقطة تأثيرها احداثياتها او بعدها عن نقطة الاصل اكس اتنين واي اتنين وهكذا. الاليمنت رقم ثلاثة وزنه دلتا دبليو ثلاثة، احداثياته اكس ثلاثة واي ثلاثة وهكذا لحد ما توصل لاخر اليمنت عندك اللي هو الاليمنت رقم ان، وزنه دلتا دبليو ان وبيأثر في احداثيات اكس ان وباي ان. تمام، ده اول حاجة انت قسمت الجسم لعدد ان من الاليمنت. طيب اول حاجة الوزن الكلي او الاكويفالنت ويت بيولوجيك هو مجموع الاوزان بتاع الاليمنت اللي انت قسمت الشكل ليه. تمام، فهيساوي السمشن مجموع من اول اي بيساوي واحد لحد الان لدلتا دبليو ار. يعني ايه بيساوي ايه؟ يعني بيساوي دلتا دبليو واحد زائد دلتا دبليو اتنين زائد دلتا دبليو تلاته زائد دلتا دبليو اربعه لحد ما توصل لدلتا دبليو ان، لاخر اليمنت انت مقسم الشكل اليه. فالوزن الكلي هو مجموع الاوزان بتاع الاليمنتس الصغيره، دي اول حاجه وديات طبيعيه. طيب المعلومه الثانيه اللي بيقول لك ايه، من القوانين بتاعتنا قوانين الاتزان، ان مجموع العزوم حوالين محور واي بتساوي كونستانت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك قسمت الشكل ده لعدد ان من الاليمنت، كل واحد فيهم له وزن دلتا دبليو، فمجموع الاوزان ديت هيبقى عندك هنا كذا كذا دلتا دبليو في كذا ايه في كذا مكان. احنا قلنا ان لو قلنا دول خمسه يبقى خمس اوزان، كل واحد بيأثر في نقطه معينه في الشكل، فمجموع العزوم اللي بتعملها الاوزان دي حوالين محور واي بتساوي العزم اللي بيعمله القوة المحصلة حوالين محور واي. أهو تاني، أنت عندك هنا هو هنا راسم لك بس وزن واحد، هما كذا وزن في الرسمة اللي تحت، يعني الدلتا دبليو ديت في كذا دلتا دبليو على حسب الـ N بقى، لو أنت حط الـ N ديت تلاتة يبقى في تلات أوزان، لو الـ N دي خمسة يبقى في خمس أوزان. المهم إن في خمسة قوة هنا مثلا أو N من القوة هنا بيعملوا عزم حوالين العزم حوالين محور واي هي القوه في الذراع، يبقى الدلتا دبليو في الاكس. تمام، فالسمشن ده مجموع العزوم حوالين محور واي للقوه الصغيره بتساوي العزم بتاع المحصله اللي هو الدبليو في الاكس داش. الاكس داش ديت الداش دي المفروض تبقى فوق الاكس مش تحتها، بس هي غلطه مطبعيه. الاكس داش اللي هي المسافه بعد العمود ما بين نقطه تاثير الوزن ومحور واي. طيب القانون ده هنشوف هنستفاد بيه في ايه. نفس الكلام، مجموع العزوم حوالين محور اكس تساوي كونستانت، فده عزم المحصله اللي هي الدبليو كلها دبليو توتال حوالين محور اكس اللي هي الدبليو في المسافه واي داش بتساوي سمشن مجموع العزوم بتاع القوه الصغيره حوالين محور اكس سمشن الواي اي في الدلتا دبليو اي. ممكن اشيل السمشن ده واحط ايه، واي واحد في دلتا دبليو واحد زائد واي اتنين في دلتا دبليو اتنين زائد واي تلاته في دلتا دبليو تلاته وهكذا. تمام، طيب القانونين دول يا شباب، قانونين اللي قدامنا دول اللي هما قانونين مجموع العزوم دول، القانون ده والقانون ده، هما دول اللي بحدد منهم مكان السنتويد. ازاي الكلام ده؟ انا دلوقتي عاوز مكان السنتويد اللي هو اكس داش، المسافه اكس داش والمسافه واي داش اللي هي احداثيات مركز الثقل بالنسبة لنقطة الأصل اللي هي النقطة O، فأنا عاوز الـ X داش ده وعاوز الـ Y داش ده. فأنت هنا من القانون ده أقدر أقول إن الـ X داش بتساوي السمشن إكس أي في الدلتا دبليو أي على الوزن كله اللي هو مجموع العزوم حوالين محور Y على الوزن الكلي، هيدي لك المسافة X داش. ونفس الكلام هنا، Y داش هتساوي سمشن Y أي في الدلتا دبليو أي على الوزن كله.
من القانونين دول اقدر اجيب الاكس داش والواي داش، بس معلومية ايه؟ بمعلومية لازم ابقى انا عارف قيم الاوزان بتاع كل element ونقطة تأثير كل وزن مكانها فين. تمام؟ طيب ده السمشن ده اقدر استخدمه امتى؟ لما انا يكون الشكل بتاعي اقدر اقسمه لمجموعه معدوده على يعني محدوده من العناصر المنتظمه. يعني ايه منتظمه؟ يعني الشكل بتاعي اللي هو مدوني في المساله اقدر اقسمه الى مثلا دايره، اشكال هندسيه منتظمه، دايره، مثلث، مربع، نص دايره، ربع دايره، إليبس، مش عارف، مخروط، مش عارف، أي شكل هندسي أقدر أحسب له الوزن بتاعه، شكل هندسي معين، وأقدر أحسب مركز ثقله. لو أنا الشكل بتاعي أقسم الأشكال الهندسية منتظمة، فأنا هطبق القانونين دول عشان أحدد مركز الثقل بتاع الشكل ككل. ليه؟ لأن لما يكون الشكل بتاعك زي ما هنشوف في المسائل كمان شوية، في المثال هنشوف كمان شوية، مجموعة من الأشكال منتظمة، يعني تلاقي مثلا مستطيل وجوه دايرة وفيه نص دايرة تانية ولا مربع ولا مثلث ولا الأشكال ديت المنتظمة ديت الهندسية معروف القانون اللي بيحسب مساحتها، ولما تحسب المساحة بتاعتها تقدر تحسب الوزن، وبالتالي تقدر تحسب وزن كل element. يعني انت تقدر تقسم الشكل لمجموعة من الاشكال المنتظمة، تقدر تحسب وزن كل شكل، ومعروف برضه مركز ثقل كل شكل فين زي ما هنشوف كمان شوية برضه. ألام الشكل المنتظم يعني المثلث معروف مركز ثقله فين، الدايرة معروف مركز ثقلها فين في المركز، المربع نفس الكلام، المستطيل، وهكذا. فلو الشكل بتاعك اللي جاي لك مجموعة من الأشكال المنتظمة تقدر تقسمه لمجموعة من الأشكال المنتظمة، هنطبق قانون السمشن ده اللي هو هتقسمه لثلاث أشكال، أربع أشكال، خمس أشكال منتظمة، وتطبق القانون ده وهنشوف هنطبقه إزاي. طيب طبعا أنا عارف إن الناس لسه برضه مش متخيلة، لما نشوف مثال الدنيا هتوضح أكتر. طيب فرضا إن هو جاب لك شكل زي اللي في الصورة ده بالظبط، الشكل اللي قدامك ده في الصورة ما تقدرش تقسمه لأشكال منتظمة، يعني ما تقدرش تقول فيه نص دايرة، طب ولا الجزء ده، ما يعني في منحنيات كده ما هياش متقسمش الأشكال منتظمة، يعني ما فيش، تقدرش تقول هنا في دايرة كاملة مثلا أو نص دايرة مظبوطة أو حتة مثلا ربع دايرة، لا ده في منحنى واخد شكل مش منتظم. طب ده لو عايز احدد له مركز الثقل بتاعه الشكل اللي قدامنا ده، مش هقدر اقسمه لمجموعه من الاشكال المنتظمه. طب في الحاله دي عشان اعمله، عشان احدد مركز ثقله، بعمل ايه؟ بقسمه لعدد لا نهائي، عدد كبير قوي من الاشكال الصغيره الاليمنت اللي هي العناصر التفاضليه. تمام؟ كل شكل صغير قوي وزنه دي دبليو، كل شكل صغير قوي دي دبليو، بحيث ان الشكل الصغير قوي ده يبقى على شكل منتظم، لانك يعني كانك قسمتها لعدد لا نهائي مثلا من المربعات الصغيره او الدوائر الصغيره قوي او المستطيلات الصغيره قوي، ايا كان العنصر التفاضلي اللي انت هتختاره يكون مناسب للشكل زي برضه ما هنشوف. وفي الحاله دي أدام الأشكال ديت عشان تكون لي الشكل بتاعي ده، هيبقى العناصر التفاضلية ديت عددها لا نهائي، عددها كبير قوي، لأنك بتقسمه للإليمنت، الإليمنت ده بيبقى صغير، أبعاده صغيرة جدا، فمش هينفع تقعد تجمعهم كده، يعني ما ينفعش تجمع مليون شكل كده عشان تقسم الشكل ده، مش هتقعد تجمع الشكل الأولاني زائد التاني زائد التالت، يعني مش هينفع تعمل سمشن. هنستبدل السمشن في الحالة دي بالتكامل، التكامل على الفوليوم كله. تمام؟ ففي الحالة دي هيبقى الوزن الكلي هيساوي الانتجريشن، التكامل بتاع الدي دبليو، اللي هو ايه الدي دبليو؟ دي دبليو ده وزن الاليمنت الصغير بتاعك، هتاخد اليمنت او شريحة صغيرة قوي من الشكل
وتكملها عشان يديلك الوزن الكلي. واهم حاجه في موضوع التكامل ده انك تحدد حدود التكامل بتاعتك مظبوطه، وانك تكون واخد الاليمنت بتاعك يكون مناسب للشكل اللي عندك في المساله، تمام؟ بس هيبقى الطريقه لو الشكل بتاعك مش منتظم هناخد شريحه من الشكل، الشريحه دي بتبقى على شكل منتظم، وليكن مثلا الشريحه دي على شكل مستطيل، تمام؟ المستطيل معروف مساحته، تقدر تحسب وزنه، تقدر تحسب مركز ثقله مكانه فين، وتكامل الوزن الدي دبليو بتاع الاليمنت ده عشان يدي لك الوزن الكلي. وتقدر تطبق القانون بتاع السمشن مومنت حوالين محور واي ثابت بس عن طريق التكامل. هتقول ان المومنت برضه اللي بتعمله القوه الكليه او الوزن الكلي بتاع الجسم حوالين محور واي اللي هي الدبليو في الاكس داش هتساوي تكامل المومنت اللي بيعمله الشريحه حوالين محور واي، يعني تكامل الاكس في الدي دبليو، يعني تكامل، يعني برضه كانك التكامل ده معناه انك قسمته لعدد لا نهائي من الشرايح وجمعت المومنت بتاع الشرايح الكتير ديت بس عن طريق التكامل، مش عن طريق انك تجمعهم واحده زائد الثانيه زائد الثالثه. بنفس الطريقه هيبقى المومنت سمشن مومنت حوالين محور اكس بتساوي ثابت، يبقى عندك الواي داش في دبليو توتال هتساوي تكامل الواي في الدي دبليو. هتخلي بالك هنا ان هنا الواي داش الاكس داش والواي داش اكس داش والواي داش هم احداثيات مركز ثقل الجسم ككل، اللي هي المسافه دي اكس داش والمسافه دي واي داش. لا، الرمز اكس داش واي داش هي احداثيات مركز الثقل بتاع الشكل ككل، اما الواي والاكس سمول دول هم احداثيات مركز ثقل الشريحه اللي انت هتاخدها. فده لازم تفرق ما بينهم كويس قوي، زي ما هنا كده الاكس داش والواي داش هم دول احداثيات مركز ثقل الشكل كله، اما الاكس اي والواي اي هم احداثيات مركز ثقل الاليمنت بتاعك. فلازم تفرق، يعني ده الواي هنا مش هي نفسها الواي دي، والاكس دي ما هيش نفسها الاكس دي. طيب، فانت دلوقتي عشان تحدد مركز الثقه اللي هو المسافه اكس داش وواي داش، خلاصه من اللي احنا قلناه ده، لاي شكل قدامك طريقه من اتنين، يا تستخدم السمشن اللي هم القوانين اللي فوق دول، تمام، او تستخدم التكامل اللي هم القوانين اللي تحت. انت استخدم السمشن اللي هما دول. لو انا احط دي في دماغك كويس قوي، انت استخدم السمشن عشان احدد احداثيات مركز الثقه للجسم بتاعي. لو انا اقدر اقسم الجسم بتاعي او الشكل اللي هو مديهولي لمجموعه من الاشكال الهندسيه المنتظمه، في الحاله دي بسمي الشكل بتاعي كومبوزيت بادي. كومبوزيت بادي يعني جسم مركب، يعني جسم مكون من مجموعه من الاجسام المنتظمة أو الأشكال الهندسية المنتظمة، تمام؟ فلو أنا قدرت أقسم الشكل بتاعي لمجموعة من الأشكال الهندسية المنتظمة هطبق القانونين دول. طيب لو الشكل بتاعي زي اللي قدامي في الصورة ده كده، ما أقدرش أقسمه مثلا لدايرة ونص دايرة ومستطيل مربع، شكل غير منتظم، هيديني هو في المسألة معادلة المنحنى اللي هو غير منتظم ده، لازم يديني معادلته، وهنا هتعامل عن طريق التكامل. ويا الطريقة التانية إن أنا باخد شريحة إليمنت صغير كده، الإليمنت ده ممكن يبقى مستطيل أو ممكن يبقى مربع أيا كان زي ما هنشوف قدام، وأحسب وزنها وأقدر أكامل على أستخدم القانونين دول اللي هما فيهم تكامل عشان أحسب الإكس داش والواي داش عن طريق التكامل. طيب ده بصفة عامة. طب تعالى بقى، لو الشكل بتاعي واير فوق واير لاينج ان اكس واي بلين، لو انا عندي واير سلك او حبل كده زي ما قدامك كده محطوط في المستوى اكس واي، ده المستوى اكس واي المستوى الافقي بتاعنا، تمام، والواير محطوط على مستوى اكس واي محطوط على الارض كده حبل كده او ايه او سلك بالشكل ده، وعاوز احسب مركز الثقل بتاعها، تمام.
الواير ده بيقول لك ذا سنتر اوف جرافيتي كان بي ديترمايند باي ذا سيم ايكويشن، مركز الثقل ممكن يتحدد بنفس المعادلات ديت، انك هتاخد شريحه صغيره من السلك هيبقى وزنها دلتا دبليو، تمام، وهتكامل الدلتا دبليو ديت الوزن بتاعها بيأثر في النقطه نفسها، لان الشريحه ديت عباره عن كانها نقطه حته صغيره خالص، فالوزن بيأثر فيها في نفس مكانها. بتبعد الوزن بتاع الشريحة ده بيقعد مسافة X و Y عن المحاور بتاعتي. أنا عاوز أجيب الـ W total والـ X داش والـ Y داش. في الغالب هنشوف برضو دي بتيجي إزاي عن طريق التكامل، القانونين دول. بنلاقي حاجة بس اللي أنا عاوز أقولها لك دلوقتي، إن مركز الثقل بتاع الواير ده غالبا ما بيقعش على الواير نفسه. بتلاقي شايف مركز الثقل فين؟ النقطة جي اهي، ده مركز ثقل الحبل، النقطة ديت اللي بيأثر فيها الوزن، ما بتقعش على الوزن، تمام؟ إحداثياتها هي إكس داش وواي داش، مش شرط تكون على السلك نفسه، تمام؟ ديت معلومة حطها في دماغك، يعني مركز ثقل الوايرز مش شرط في الغالب بتبقى ما بتقعش على الواير نفسه. لا، بتقع هي في مركز الثقل في المستوى اكس وواي، بس النقطه ديت ما بتبقاش تاثيرها على الواير نفسه. طيب تعالى بقى نتكلم بتفاصيل اكتر. السنترويد بتاع الارياز اند لاينز، هنبدا بالاريا. لو انا عندي اريا، قلنا كلمه اريا يعني الجسم بتاعي تو دايمنشن، يعني له بعدين، بعد في اتجاه اكس وبعد في اتجاه واي. لو مستطيل مثلا يبقى له طول وعرض زي الورقه بتاعت الكراسه او الكتاب مثلا، دي تو دايمنشن. زي مثلا السبوره مثلا تو دايمنشن، السمك بتاعها صغير. زي اي بليد، اي لوح معدن، لوح حديد مثلا، ايا كان شكله فده تو دايمنشن، السمك بتاعه بيبقى صغير. طيب بيقول لك بقى ايه؟ in the case of a homogeneous plate. كلمة homogeneous plate ديت كلمة homogeneous مهمة أوي. يعني إيه homogeneous؟ يعني البليت بتاعي اللي أنا هدرس مركز الثقل أحدده متجانس. يعني إيه متجانس؟ يعني كله مصنوع من ماتيريال واحدة، كله مصنوع من ماتيريال واحدة. يعني البليت ده يا كله خشب من نفس الماتيريال، يا اما كله ازاز، يا اما كله ستيل، يا اما كله الومنيوم، يا اما كله نحاس، كله من ماده واحده، فكده اقدر اقول عليه هوموجينيوس. طب ديت هستفاد بيها في ايه؟ ادام هو هوموجينيوس بليت، كلمه هوموجينيوس ده يعني مصنوع من ماتيريال واحده، وبالتالي الكثافه بتاعته هي قيمه واحده، الكثافه بتاعت البليت كله لها نفس القيمه، لان الكثافه بتعتمد على نوع المعدن اللي مصنوع منه المادة. فكثافة الحديد غير كثافة الخشب، غير كثافة الإزاز، غير كثافة الألومنيوم، وهكذا. فلو هو هوموجينيوس بليت يبقى الرو عندي هتبقى كونستانت، هتبقى قيمة ثابتة لكل حتة في البليت، تمام؟ كل حتة في البليت لها نفس الكثافة، فالرو بتاعتي هيبقى ليها نفس الإيه؟ نفس القيمة. فلو عندي البليت هوموجينيوس، كلمة هوموجينيوس لما أشوفها أعرف إن الرو كونستانت. of uniform thickness. uniform thickness دي برضه مهمة جدا. يعني ايه uniform thickness؟ احنا قلنا area يعني لها بعدين، والبعد التالت اللي هو thickness بيبقى صغير. uniform thickness يعني thickness ما بيتغيرش، يعني ما ينفعش يبقى thickness مثلا في حتة من البليت 1 مللي ويجي في حتة تانية من البليت يبقى 3 مللي او 4 مللي او 2 مللي، لا ده هو نفس thickness. البليت كله نفس thickness. ليه؟ لما يكون thickness برضه نفس thickness اقدر اقول ان التي كونستانت، واقدر زي ما نشوف كمان شويه اطيرها من الطرفين مع بعض يبقى التي ثابته. يبقى انا عندي لو البليت عندي هوموجينيوس بليت يبقى هو كونستانت، يونيفورم سيكنس يعني التي اللي هو السيكنس كونستانت. طيب عندي الشكل قدامي اهو، فالشكل ده لو انا جيت قلت الدي دبليو اللي هو وزن اي اليمنت في الشكل، لو انا خدت الدلتا ديت يعني اليمنت، لو انا خدت حته من البليت بتاعي
وزن الحته ديت هيساوي ايه؟ الوزن يا شباب بيساوي ايه؟ الكتله في عجله الجاذبيه الارضيه. طيب الكتله هي عباره عن ايه؟ كثافه في الحجم. فالكثافه في الحجم اللي هو المساحه بتاعه الاليمنت اللي هي الدلتا اريا في السيكنس، ده الحجم اهو. الكثافه في التي في الدلتا اريا ده كده دي الكتله، في الجي اللي هي عجله الجاذبيه الارضيه عشان يديني الوزن، تمام؟ فبيقول لك هو ده الدنسيتي بتاع الماتيريال، كثافه المعدن، الجي اكسلريشن اوف جرافيتي عجله الجاذبيه الارضيه، التي السيكنس، الدلتا اريا ديت مساحه الاليمنت. لما تشوف الدلتا او الدي تعرف ان احنا بنتكلم على عنصر صغير، على اليمنت. اما لو شلنا الدلتا ديت يبقى احنا لو كتبنا اي كابيتال بس يبقى احنا بنتكلم على مساحه البليت ككل، تمام؟ ركز، دلتا اي دلتا، دلتا دبليو، دلتا اريا، او دي دبليو، دي اريا، اي كده، يبقى انا بتكلم على اليمنت صغير. لو بتكلم على اي كابيتال او دبليو كابيتال يبقى انا بتكلم على المساحه او الوزن بتاع البليت ككل. فده القانون بتاع الاليمنت، دلتا دبليو هتساوي او في الجي في السيكنس في الدلتا اريا. طيب او في الجي يا شباب، او في الجي بقدر بسميها السبيسيفيك جرافيتي، بمصدر برمز جاما، يعني الجاما دي بتساوي رو في الجي. اقدر اشيل رو في الجي واحط مكانها جاما، والجاما ديت قيمتها بتساوي رو في الجي واسمها سبيسيفيك جرافيتي. طيب في الحاله دي بقى الوزن البليت ككل، اهو شيلنا الدلتا يبقى بنتكلم على البليت وزن ككل، هتساوي ايه؟ هتساوي رو في الجي في السيكنس في الاريا بتاعت البليت ككل، رو في الجي اللي هي الجاما سبيسيفيك جرافيتي، تمام؟ طيب تعالى بقى نطبق القوانين بتاعتنا عشان نشوف هنجيب السنترويد ازاي بتاع البليت ده، مركز الثقل هنجيبه ازاي. اول قانون سميشن مومنت حوالين واي تساوي كونستنت، وبالتالي الاكس داش، واحنا قلنا الداش هنا هتبقى فوق الدبليو، الاكس داش في الدبليو هتساوي تكامل اكس في الدي دبليو، تمام؟ ده القانون بتاعنا، بحيث ان الدي دبليو هو وزن الاليمنت، والاكس هو بعد الوزن ده في الاليمنت عن محور واي، والواي هو بعد الاليمنت ده عن محور اكس، تمام؟ هنا عن طريق التكامل. طيب اقدر اشيل الدي دبليو واحط قيمتها، قيمه الدي دبليو ايه؟ جاما في السيكنس في الدي اريا، القانون اللي فوق ده او في الجي اللي هي الجاما في السيكنس في الدي اريا، واشيل الدبليو واحط قيمتها، يبقى الاكس داش في الدبليو هي الجاما في السيكنس في الاريا، تمام؟ الجاما كونستانت والسيكنس كونستانت اقدر اختصرهم مع بعض، هيتبقى عندي ان الاكس داش في الاريا هتساوي تكامل اكس في الدي اريا، اكس داش في الاريا هتساوي تكامل اكس داش تكامل اكس في الدي ال. بنفس الطريقه لو انا طبقت سميشن المومنت حوالين محور اكس تساوي كونستانت، هيطلع لي ان الواي داش في الاريا هتساوي تكامل الواي في الدي ال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا في حاله لو بصيت على القانونين ده، هم القانون ده والقانون ده، هلاقيهم شبه القانونين بتوع الوزن، بس انا شلت الوزن وحطيت مكانه اريا بالظبط. القانونين دول لو انت شلت هنا دبليو توتال وحطيت الاريا كابيتال، الاريا اللي هي مساحه الشكل ككل، وشلت الدي دبليو اللي هي وزن الاليمنت وحطيت الدي اريا اللي هي مساحه الاليمنت، هيطلع لك القانون ده اهو، هيطلع لك بالظبط القانون ده اهو، اكس داش في الاريا هتساوي تكامل اكس سمول في الدي اريا. ونفس الكلام القانون الثاني ده، لو انا شلت الوزن وحطيت الاريا كابيتال اللي هي مساحه الشكل ككل، وشلت الوزن دي الدي اوميجا وحطيت مكانها مساحه الدي اريا اللي هي مساحه الاليمنت، هيديني القانون ده. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا وانا مغمض بقى، احنا بنثبت القانون بس وانا مغمض مش هثبته، وانا لما اجي اشتغل واحل مش هثبته، انا هستخدمه على طول. ان انا لو الشكل بتاعي تو دايمنشنال، الشروط بقى اللي احنا حطيناها تو دايمنشنال يعني اريا
بس من هوموجينيوس الرو بتاعتها كونستانت عشان اطيرها في الطرفين مع بعض. هوموجينيوس بليه ويز يونيفورم سيكنس، السيكنس بتاع كل واحد، فاقدر على طول بدل ما احط الوزن بدل ما اقعد احسب الاوزان، ده انا هشتغل بالمساحه بمعلوميه المساحه. يعني القانون بتاعي اكتبه بمعلوميه المساحه، اقول ان الاكس داش في الاريا هتساوي تكامل الاكس في الدي اريا، والواي داش في الاريا هتساوي تكامل الواي في الدي اريا. تمام. طيب قبل ما اسيب الحته ديت، ده في حاله لما يكون الشكل بتاعي مش منتظم زي ما انت شايف كده. لما يبقى الشكل مش منتظم زي ما احنا قلنا هنشتغل بالتكامل. طيب لو الشكل بتاعي منتظم قلنا هنشتغل بالسمشن. يعني القانونين دول نفس القانونين دول ممكن اكتبهم بس اشيل رمز التكامل واحط رمز السمشن. يعني اقول ان اكس داش في الاريا هتساوي سمشن اكس اي في الدي اريا اي، واي داش في الاريا كتوتال هتساوي سمشن واي اي في الدي اريا اي. يعني القوانين ديت هي دي اللي هستخدمها في حاله تو دايمنشنال بليت، بس لازم يكون الشرطين لازم يكون هوموجينيوس، يعني الكثافه بتاعتي يونيفورم، يكون اليونيفورم هوموجينيوس بليت يعني الكثافه بتاعتي كونستانت، البليت كله مصنوع من نفس الماتيريال. الشرط الثاني يكون يونيفورم سيكنس، يعني يكون السيكنس بتاعي واحد بتاع البليت ككل. طيب بيقول لك زين ذا سنترويد اللي هو احداثياته اكس داش واي داش، وبقول تاني الداش ديت فوق الاكس وفوق الواي بس هي مكتوبه غلط تحتها، از ذا سيم از ذا سنترويد اوف جرافيتي. السنترويد هنا بتاع الاريا هي نفسها نفس مكان السنترويد بتاع الوزن، السنتر اوف جرافيتي اللي هو بتاع الوزن، لان القانونين هم نفسهم واحد. الوزن القانون بتاع الوزن اثبتنا سنتر اوف جرافيتي بتاع الوزن هو نفسه سنتر اوف جرافيتي بتاع او سنتر اوف اريا مركز ثقل الاريا. بيقول لك ذا انتجرال تكامل الاكس في الدي اريا والتكامل الثاني اللي هو الواي في الدي اريا دول اسمهم ار كولد ذا فيرست مومنت اوف اريا. يعني تكامل الواي في الدي اريا وتكامل الاكس في الدي اريا ده بنسميه الفيرست مومنت اوف اريا وذ ريسبكت تو واي اكسس واكس اكسس. عشان ما تتلخبطش، لما تلاقي في التكامل اكس يبقى تكامل اكس في الدي اريا يبقى انت بتجيب المومنت حوالين محور واي، لان البعد ده يعني انت لما تيجي تجيب المومنت حوالين محور واي فبتاخد البعد اللي هو اكس، البعد العمودي عن المحور اللي هو اكس. تكامل واي في الدي اريا يبقى ده مومنت حوالين محور اكس عشان يبقى البعد بتاعك العمودي اللي هو واي. تمام. فيبقى عندك تكامل اكس في الدي اريا ده نقدر نقول عليه الفيرست مومنت اوف اريا وذ ريسبكت تو واي اكسس بالنسبه لمحور واي. تكامل واي في الدي اريا ده الفيرست مومنت اوف اريا بالنسبه لمحور اكس. طيب ده كده في حاله الاريا، ده كده القوانين اللي احنا هنستخدمها في حاله الاريا اللي هم القوانين اللي احنا وصلنا لهم دول بتوع التكامل دول. طيب لو انا عندي بقى واير، طب ماشي قبل الواير بيقول لك if the plate is not homogeneous. not homogeneous يعني ايه؟ يعني البليت بتاعك متلحم في حته بقى نحاس وحته الومنيا حته حديد، فكل حته لها كثافتها، فالكثافه بتاعتك ما تقدرش تقول ان هي كونستانت. بيقول لك the above equation can't used to determine the center of gravity. طبعا ما ينفعش، احنا هنا قلنا شرط ان احنا نشيل الوزن ونحط مكانه الاريا ان يكون البليت بتاعي هوموجينيوس و يونيفورم سيكنس. طب لو مش هوموجينيوس هتعامل ازاي؟ هتعامل بالوزن على طول، هتعامل بالقانونين دول. يعني لو في شرط من الاثنين اختلوا ان البليت بتاعي مصنوع من كذا ماتيريال وبالتالي نون هوموجينيوس، ما اقدرش هجيب لكل اليمنت او لكل جزء اجيب له الوزن بتاعه، يبقى هشتغل بالوزن. برضه نفس الكلام لو السيكنس بتاعي مختلف، يعني حتى لو هو هوموجينيوس من ماتيريال واحد بس له كذا سيكنس، فاضطر اشتغل بالوزن برضه لان السيكنس هنا مش واحد. تمام. يبقى ده القانون العام بتاعي اللي هو دلاله الوزن. لو في الشروط اتطبقت بتاع ان هو هوموجينيوس
ويونيفورم سيكنس هشتغل بالقانونين دول. لو في اي حاجه اختلت هرجع للقانون بتاع الوزن تاني. طيب طب في حاله بقى، الحاله التانيه لو هو هوموجينيوس واير. كلمه واير يعني هو خيط او حبل، فده بيبقى له طول ملوش عرض، العرض بتاعه او السيكنس بتاعه صغير خالص. انت شايف الواير او سلك الكهرباء او اي حبل بيبقى مثلا الكروس سكشن اريا بتاعته دائري، مثلا سلك الكهرباء مساحه مقطعه دائريه بس مساحه صغيره خالص وطويل، الطول بتاعه هو ده الايه اللي بيأثر في الوزن، الطول مساحه المقطع صغيره ملوش ابعاد، البعد الرئيسي فيه هو طوله. تمام. فلو هو هوموجينيوس يعني قلنا مصنوع من ماده واحده يعني هو كونستانت، ويونيفورم كروس سكشن، الكروس سكشن اللي هي هنا في الحاله دي تبقى الاريا سمول ديت مساحه مقطعه ثابته، فاقدر اقول في الحاله دي ان الدي دبليو او دلتا دبليو هتساوي الكثافه في الحجم، الكثافه اللي هي رو، الحجم اللي هي اريا مساحه المقطع بتاعه الواير، في الدلتا ال اللي هي طول الشريحه، دلتا ال هنا هي تحت اللي هي طول الشريحه اللي انت هتاخدها، مضروبه في الجي اللي يعرف الجاذبيه الارضيه. ده وزن العنصر التفاضلي بتاعك او الـ او الاليمنت بتاعك، بحيث ان الاي سمول هي كروس سكشن اريا اوف ذا واير مساحه مقطع الواير، والدلتا ال اللي هي لينث اوف اليمنت اللي هي طول الاليمنت اللي انت هتاخده عشان تكامل عليه. بالتشابه مع فوق لو جيت سويت بقى ان الاكس داش في الدبليو توتال هتساوي تكامل اكس في الدي دبليو، نفس الكلام هتلاقي الطرفين دول، هتلاقي هنا الرو كونستانت هتروح من الطرفين، الجي كونستانت هتروح من الطرفين، الاريا سمول كروس سكشن اريا كونستانت هتختصر من الطرفين مع بعض، هيبقى عندك بس ان الاكس داش في ال ال هتساوي تكامل اكس سمول في الدي ال، ونفس الكلام واي داش في ال ال هتساوي تكامل الواي في الدي ال. يعني عشان احدد مركز ثقل الواير محتاج ايه؟ محتاج ان انا اعرف طول الشريحه بتاعتي الدلتا ال او الدي ال ومركز ثقلها فين؟ ابعاد مركز ثقلها اللي هي اكس وواي، ابعاد مركز ثقل الاليمنت عن نقطه الاصل، وكامل عشان اجيب الايه؟ الاكس داش والواي داش من القانونين اللي قدامنا دول. تمام؟ طيب لما ناخد مسألة في آخر المحاضرة الدنيا توضح شوية. أنا عارف إن إحنا عمالين نتكلم نظر كتير وقوانين والناس برضه إيه بتفصل في النص، اصبروا عليا بس شوية، المثال جاي كمان شوية. طيب هنا هنعرف حاجة اسمها الـ first moment of area and lines. الـ first moment ده اللي إحنا عرفناه من شوية برضه، بس هو هنا بقى بيكتبوا تاني عشان تبقى انت عارف. قلنا first moment of area define qx و qy the first moment of area a with respect to y axis و x axis. قلنا ال qx، qx احنا قلنا من شوية اللي هي first moment of area حوالين محور x هيساوي، وانت مغمض لما بتجيب المومنت حوالين محور اكس يبقى تكامل البعد الثاني اللي هو واي في الدي اريا، تكامل الواي في الدي اريا. ومن القانون بتاع تكامل واي في الدي اريا انا عارف ان هي بتساوي الاريا توتال في الواي داش اللي هو الاريا الكليه في بعد مركز ثقل للاريا عن محور اكس، ده كيو اكس اللي هي الفيرست مومنت اوف اريا with respect to بالنسبة إلى y axis. طيب الـ first moment of area بالنسبة للـ x axis اسمها qy اللي هي هتساوي تكامل البعد الثاني بقى، أنا بجيب حوالين محور y يبقى البعد الثاني اللي هي x في الـ d area اللي هي نفسها بتساوي الـ x داش في الـ area الكلية. نفس الكلام لو أنا بتعامل مع wires أو lines هشيل الـ area وأحط مكانها الـ lens. تمام؟ فيبقى عندي كيو اكس هتساوي تكامل الواي في الدي ال اللي هي هتساوي الواي داش في
الـ L total اللينس الكلي بتاعي، والـ QY هتساوي تكامل الـ X في الـ DL اللي هتساوي الـ X داش في اللينس ككل. تمام؟ ده اللي هو الـ first moment. First moment بتاع الـ area اللي هما القانونين دول، والـ first moment بتاع اللينس اللي هما القانونين أو الـ lines بتاع one dimension يعني القوانين اللي تحت دول. تمام؟ طيب حد عاوز يسأل في حاجة؟ حد عاوز يسأل سؤال؟ طيب ناس معايا. طيب يا دكتور بعد إذنك. اتفضل. بصراحة أنا تهت في النظري، لو في بس أي مثال على القانون الثالث يعني ونرجع نكمل النظري أو أي حاجة. حاضر. طيب كل اللي احنا قلناه ده هنطبق عليه كتير، ماشي؟ هقول بس حته نظري ما عليهاش مسائل يعني هتفهموها ان شاء الله، بس دي هتفيدنا في الحل، ماشي؟ هتفيدنا في المساله. مش هقرا الكلام ده كله، انا هشرح لك بس حته وأدخل لك على مثال. مركز ثقل أي جسم في شوية حاجات كده هتريحنا وإحنا بنجيب مركز ثقل أي جسم، اللي هي إيه؟ لو الجسم بتاعك، بص معايا كده في الرسمة دي مثلا، نكبرها أهو معلش أوي كده، الشكل اللي قدامنا ده لو أنت عاوز تجيب مركز الثقل بتاعه، ماشي؟ لو جيت لاحظت كده الخط او المحور بي بي داش المرسوم ده، شايفينه؟ تمام. المحور ده هو محور تماثل للشكل ككل، الشكل اللي قدامك اللي هو حرف ال مقلوب ده، المحور بي بي داش هو محور تماثل، سيمتريك اكس، محور تماثل. يعني ايه محور تماثل؟ يعني الخط ده اللي هو بي بي داش ده بيقسم كانه مرايه، الجزء اللي على يمينها شبه بالظبط الجزء اللي على شمالها. او بمعنى تاني، لو انا جيت قصيت الورقه ديت من عند المحور، يعني لو افترضنا ان دي ورقه كده وجيت قصيتها هنا من عند المحور، مشيت بالمقص كده على الخط بي بي داش ده وجيت طبقت بقى الجزئين اللي انت قصيتهم، هتلاقيهم هينطبقوا على بعض بالظبط. هتلاقي الجزء ده اهو هينطبق على الجزء اللي فوق ده، صح ولا مش صح يا شباب؟ تخيلين معايا؟ قص بالظبط. ادام انت لو جيت قصيت من هنا هتلاقي ان الجزء ده هينطبق على الجزء ده، فده بنقول عليه سيمتريك اكس او محور تماثل. طب ايه فايده محور التماثل؟ او انا نفس الكلام برضه، نقطة بي ده هي مثلا، أو بمعنى تاني من غير إنك تقص، لو جيت خدت أي نقطة اسمها هنا بي زي النقطة دي، ماشي، وعملت عمودي على محور التماثل، تمام، المسافة ده هي مسافة من أول النقطة لحد محور التماثل، خدت زيها بالظبط من محور التماثل لحد الناحية التانية هنا على العمود ده، هيدي لك النقطة بي داش دي، هي ديت النقطة، النقطتين دول هينطبقوا على بعض لو جيت طبقت الورقه، او النقطتين دول متماثلتين. تمام كده؟ يعني النقطه بي ديت لا نقطه نظير ليها النقطه بي داش. علاقتهم ببعض ازاي او بحددهم ازاي؟ ان انا باخد من نقطه بي مثلا اي نقطه هنا فوق على الشكل، عاوز اجيب النقطه اللي شبهها، باجي اخد عمودي على محور التماثل، والمسافه ده اهي من النقطه لمحور التماثل بتساوي من محور التماثل للنقطه الثانيه، فالنقطتين دول بلاقيهم متماثلتين. طيب ايه فايده محور التماثل، او ان الشكل له محور تماثل عشان ما نتوهش من بعض؟ ادام عرفت ان الشكل ده له محور تماثل اللي هو بي بي داش، اكدت ان ده محور تماثل، وانا مغمض مركز ثقل الشكل ده بيقع على محور التماثل. فقلت ايه؟ مركز ثقل اي شكل بيقع على محور التماثل بتاعه. دي هتفيدني في ايه؟ هتفيدني في ايه؟ هتفيدني كتير قوي زي ما هنشوف. اي شكل له محور تماثل
فانا عرفت محل هندسي لمركز الثقل بتاعه، مش انا عشان احدد نقطه لازم محلين هندسيين. لو تفتكر في الرسم، محل زائد محل بتساوي حل، محل هندسي زائد محل هندسي يتقطعوا مع بعض يدي لك الحل بتاعك. عاوز تحدد مركز دايره مثلا او مش عارف ايه، فكنت بتجيبها عن طريق محلين هندسيين في الرسم لو انت بترسم اشكال هندسيه، فكنت بتاخد محل هندسي ومحل هندسي تاني على حسب بقى الشكل، تشوف المحل ده هتجيبه ازاي. الدايره دي مثلا بترسم نص دايره بتمس نص دايره، بتمس دايره تانيه من الداخل ودايره تالته من الخارج، فكنت بتعمل بقى بتجمع نص قطر ده ونص قطر ده وتركز وتاخد محل هندسي، وتطرح نص القطر ده او نص القطر ده وتركز في المركز بتاع الدايره وتاخد محل هندسي تاني. تقاطع المحلين دول يدوا لك المركز بتاع الدايره اللي انت عاوز ترسمها. تمام؟ مثلا يعني بنفس الكلام، انا دلوقتي انا مش هرسم ولا حاجه، انا وانا مغمض من قبل ما احل ولا اعمل اي حاجه، ادام في هنا محور تماثل اللي هو بي داش، من وانا مغمض كده عرفت ان محور التماثل هيقع على الخط ده. تمام؟ هفكر بقى ان انا اشوف حاجه تانيه فين بقى مكانه على الخط ده، فده اللي انا هستفاد. طب تعال نبص على شكل تاني، الشكل اللي قدامنا ده. تمام؟ الشكل اللي قدامنا ده يا شباب فين محور التماثل هنا؟ هل له محور تماثل؟ الناس تركز معايا. محور واي، محور واي بالظبط كده، الله ينور. محور واي بيقسمه لشكلين متماثلين بالظبط، اللي هو الشبه المنحرف ده اللي على اليمين بيساوي بالظبط زي شبه المنحرف اللي على الشمال. تمام؟ فمحور واي هنا محور تماثل، وبالتالي مركز الثقل النقطة سي دهيت السنترويد هو بيقع على محور واي. فين بقى على محور واي؟ هيبقى ديت اللي أنا بدور عليها في المسألة. طيب تعالى بس شكل تاني، تعالى هنا للشكل ده، عشان هنا بقى ايه هيبقى فايدة محور التماثل. تعالى الحرف الاي ده، شايفينه اللي هو على اليمين ده، حرف الاي ده، حرف الاي ده يا شباب مش ده لو جيت في النص كده بالظبط وخدت خط الرأس اللي هو بي بي داش ده، ده محور تماثل صح؟ صح. تمام. طيب لو انا جيت من نص الارتفاع بتاعه، لو من المسافه من القاعده دي للقاعده اللي فوق 10 سم مثلا، جيت من عند 5 سم من نص الارتفاع ده وخدت خط افق كده، خط افق كده بيقسمه نصين بالظبط اللي فوق زي اللي تحت، مش المحور دي داش اللي هي مش باينه ديت او الخط الافقي ده برضه محور تماثل؟ الجزء اللي كده. تحت ده اهو شبه الجزء اللي فوق ده بالظبط، لو البعد الخط ده في النص، الخط الافقي ده في النص، هتلاقي الجزء اللي تحت بالظبط شبه الجزء اللي فوق، لو طبقتهم على بعض هينطبقوا. فالخط الافقي ده محور تماثل والخط الراسي ده محور تماثل، خلاص يبقى محل، يبقى المركز اسف السنتر اوف جرافيتي او السنترويد بتاعي بيقع على الخط بي بي داش، وفي نفس الوقت مركز الثقل بيقع على الخط دي داش اللي هو الافقي، يبقى بيقع على الخطين، يعني بيقع على نقطه تقاطعهم، يبقى تقاطع الخطين دول هو ده مركز الثقل. تمام؟ يبقى النقطه سي زي ما هي قدامك ده، هي النقطه سي ده، هي تقاطع المحل محور التماثل بي بي داش مع محور التماثل الثاني اللي هو دي داش هيديني مركز الثقل. يبقى المعلومه اللي انا استفدته، لو الشكل بتاعي له محور تماثل واحد يبقى مركز الثقل بيقع على محور التماثل ده. طب لو له اثنين محور تماثل يبقى مركز الثقل هو تقاطع المحورين دول مع بعض. وصلت؟ تمام يا دكتور. طيب المثلث اللي قدامنا ده، لو مثلث متساوي الاضلاع، ماشي، مثلث متساوي الاضلاع، لو جيت خدت من الرأس بتاعه الرأس اللي فوق ديت عمودي على القاعدة، مش هينصف القاعدة؟ ده مثلث متساوي الأضلاع.
لو جيت خدت من الرأس عمودي على القاعدة هتلاقي ان ده الطول ده من القاعدة الحتة دي قد الحتة دي، وهينصف زاوية الرأس. هتلاقي الزاوية دي هي الصغيرة دي، ان العمودي ده بينصف الزاوية بتاعت الرأس، الزاوية دي بيساوي الزاوية دي، وبالتالي هتلاقي ان الخط بي بي داش محور تماسك. هتلاقي المثلثين دول، المثلث اللي على يمينه بيتطابق مع المثلث اللي على شماله، صح؟ فمحور بي بي داش محور تماسك، فبيقع عليه مركز الثقل. طب نفس الكلام لو جيت خدت من الرأس الثاني ده، خدت منه عمودي على القاعده الثانيه اللي هي المواجهه له، اللي هو المحور دي دي داش، هتلاقيه بنفس الطريقه بينصف القاعده وبينصف زاويه الرأس. فبالتالي هتلاقي ان المثلث اللي هو اللي تحت ده هو نفسه بيتطابق مع المثلث اللي فوق ده، وبالتالي دي دي داش برضه محور تماسك، تمام؟ وبالتالي عندي محورين تماسك، المحور بي بي داش والمحور دي دي داش، تقاطعهم اللي هي النقطة سي هي نقطة مركز الثقل بتاع المثلث ده. واصلة؟ واصلة يا شباب؟ تمام يا دكتور، تمام يا دكتور. آخر شكل بقى قبل ما نخش نشوف المثال، الشكل اللي قدامنا ده، ده تمام؟ حرف الزد ده، حرف الزد ده لو انا شفت محور واي بينصف السمك بتاعه، يعني لو السمك ده هو اللي هو السمك اللي انا مظلله ده وليكن مثلا 2 سنتي، فانا جيت خدت 1 سنتي هنا و1 سنتي هنا وعملت العمودي، فهتلاقي ان المحور واي ده محور تماسك، صح؟ ومحور اكس لو انت عندك الارتفاع ده اهو قد الارتفاع ده، هيبقى محور اكس محور تماسك، تمام يا شباب؟ وبالتالي نقطه الاو نقطه الاصل ده هي تقاطع محورين تماسك، فهتلاقيها هي مركز الثقل بتاع الشكل ده، تمام؟ تمام. فالخلاصة إن مركز الثقل هو بيقع على محور تماثل الشكل، لو في محور تماثل يبقى مركز الثقل بتاعي بيقع على محور التماثل بتاع الشكل. وبالتالي لو تخيلت معايا بقى، هي مش قدامنا، لو عندك دايرة بليت على شكل دايرة، الدايرة دي مش القطر بتاعها أي قطر فيها محور تماثل؟ يعني لو جيت رسمت أي قطر في الدايرة هتلاقي بيقسم الدايرة نصين متطابقين، والدايرة لها عدد لا نهائي من الأقطار، بس كلهم بيتقاطعوا في مركز الدايرة، صح؟ تمام. أيوه تمام. فمركز الدايرة هيبقى مركز ثقل على طول، الدايرة دي متماثلة كل محاور التماثل بيمر بمركزها، فمركز الدايره هيبقى محور تماثل. طب تخيل معايا برضو لو انت عندك ورقه على شكل مربع، تمام، وصل القطرين بتوع الورقه هيتقطعوا في نقطه، النقطه ديت هي محور التماثل، ان القطرين هيقسموا لك المربع، او القطرين دول برضو هيمروا، لو انت جيت خدت الطول بتاعها قسمته نصين وخدت خط افقي وقسمت العرض برضه نصين وخدت خط رأسي، هيتقطعوا برضه في محور التماثل اللي هو نقطة تلاقي القطرين. فمركز ثقل المربع، مركز ثقل المربع هتلاقيه لو طول المربع L هتلاقيه في النص بالظبط، إنك هتاخد هتقسم يعني هتقسم الارتفاع بتاعها L على 2 وتاخد خط أفقي، وتقسم العرض بتاعها إلا على 2 وتاخد خط رأسي، هيتقطعوا في النقطة اللي هي في النص ديت، هي ديت مركز الثقل اللي هي نقطة تلاقي القطرين. نفس الكلام بالنسبة للمستطيل،
لو وصلت القطبين تقاطع القطبين بتوع المستطيل هيبقى النقطة دي تقاطع القطبين ده هي نقطة مركز الثقل بتاعته. طيب مش هنطول في الكلام، نحاول نشوف مثال. سيب الكلام ده دلوقتي. هنا بقى هو المثال اهوت، المثال اهو. بس انا قبل المثال الحته ده بس اللي فوق ايه ده، تمام؟ ايوه الشكل اللي قدامنا ده يا شباب، الشكل اللي قدامنا ده لو تفتكروا انا في بدايه المحاضره وانا بشرح كده قلت لك الشكل بتاعي، وعشان اجيب له مركز الثقل بتاعي قدامي حاله من اتنين، يا اما يكون كومبوزيت بادي. يعني ايه كومبوزيت بادي؟ قلت لك ان هو شكل مكون من مجموعه من الاشكال الهندسيه المنتظمه المعروفه، يا اما يكون شكل ملخبط ما اقدرش اقسمه لاشكال هندسيه منتظمه. فاكرين الجمله دي؟ اه يا دكتور تمام. ايوه يا دكتور. طب الشكل اللي انا مظلله ده كومبوزيت بادي ولا نون كومبوزيت بادي؟ يعني انا بمعنى تاني بالبلدي، الشكل اللي قدامي ده، الرسمه اللي قدامي دي اللي هو جايبها لي دي، اقدر اقسمها لاشكال هندسيه معروفه ولا ما اقدرش؟ ايوه يا دكتور بالظبط. ايه هي الاشكال ديت؟ في نص دايرة، نص دايرة، مستطيل، ومستطيل، ودايرة مفرغة، ودايرة مفرغة. الله ينور. طيب يبقى في الحالة دي الشكل ده بتاعي ده، عاوزين لو احنا عاوزين نجيب مركز الثقل بتاعه فانا اقول له بس كده موضوع بسيط، الشكل ده كومبوزيت بادي. يعني ايه كومبوزيت بادي؟ يعني مجموع ثلاث اشكال همت انا عارف اقدر اجيب مساحتهم، انا ده تو دايمنشنال اهو في مستوى اكس وواي، فهتعامل بدلاله المساحه. الكلام اللي احنا قلناه بقى هنطبقه اهو، يعني لما اجي احط القانون هيبقى القانون اللي فيه المساحه. طيب ادام ده كومبوزيت بادي هيشتغل بالسمشن مش هيشتغل بالتكامل. التكامل بستخدمه لو الشكل بتاعي مش منتظم، وده بيبقى ايه اصعب سنه من العاديه. ديت لا دي سهله، ديت انا هقسم الشكل بتاعي ثلاث اشكال منتظمه. اول شكل اللي هو ربع النص دايره ده اهو هسميه رقم واحد سيمي سيركل. طيب هسال نفسي سؤال، النص دايره دي معايا في الجسم ولا مش معايا؟ يعني سوليد ولا مفرغه؟ سوليد. فيبقى المساحه بتاعتها هاخدها بالمومنت، تمام؟ طب الشكل الثاني المستطيل، المستطيل ده كله معايا، هو معايا هاخد المستطيل، هو مفروض الشكل بتاعي المستطيل مطروح منه دايره، فانا هاخد كان المستطيل كله معايا لان هو ده المستطيل اللي انا اقدر اجيب مساحته، فالمستطيل الفول ريكتانجولر هاخد مساحته كانها كلها معايا وهطرح منها مساحه الدايره. الدايره ديت بالنسبه لي كله مفرغه، فهاخد المساحة بتاعتها بس هضرب المساحة في سالب، هاخدها بالسالب، عشان لو أنا جمعت الثلاث مساحات هيديني مساحة الشكل اللي قدامي ده اللي هو مساحة النص دايرة كده كده معايا، مساحة المستطيل كله اللي هو الطول في العرض ده هيبقى أنا كده زودت الدايرة، أو جاي طرح منها مساحة الدايرة اللي هي إيه ثلاثة ديت، أو مساحة الدايرة اللي هو الشكل ثلاثة هطرحها عشان يديني مجموعة ثلاث أشكال لازم يكون بيساوي المساحة الكلية بتاع الشكل بتاعي، تمام؟ ده بالنسبة للمساحات. أنا هعمل جدول كده وأنا بجيب الـ X داش والـ Y داش هنشوفه في المثال. طيب نقطة تانية قبل ما أخش على المثال، المساحة تبقى موجبة لو هي صورت معايا، سالبة لو الشكل لو الشكل بتاعي مفرغ. ديت لازم نحطها في دماغنا، مفرغ يبقى أخد مساحته بالسالب. طيب الاكس داش مركز ثقل كل مساحه، يعني بالنسبه لنص الدايره دي، نص الدايره دي مركز ثقلها
ماشي بيبعد عن المركز بتاع نص الدايره مسافه 4 4 3 باي. هديكوا جدول هتحفظوه او المعيد هيديكوا جدول هتحفظوه في الاشكال المنتظمه ديت ابعاد مركز ثقل كل شكل. يعني الباشمهندس عمرو اعتقد هو معاكم في السكشن صح؟ باشمهندس عمرو بول في الجدول يعني اعتقد باشمهندس عمرو هينزل لكم الجدول بكل الاشكال المنتظمه وابعاد مركز ثقلها فين. طيب المهم ان البعد ده لما اجي اخد البعد ده انا باخد البعد ده بعد مركز الثقل عن ايه؟ ركز معايا عن نقطة الأصل، النقطة O، نقطة الأصل هي يعني نقطة تقاطع المحورين X و Y. فالبعد اللي أنا عاوزه هو المسافة ده هي. المسافة بين مركز مركز ثقل الشكل ونقطة الأصل. في الحالة دي المسافة ديت هتبقى موجبة ولا سالبة يا شباب؟ سالبة. سالبة في اتجاه السالب لمحور X. أما هنا بالنسبة للشكل المستطيل بتاعي ده مركز ثقله عند النقطة A2 ديت هتلاقيها في نص العرض بتاعه. لو انت خدت بالك هتلاقي محور X من الشكل باين ان محور X محور تماثل بالنسبة للمستطيل، ومحور تماثل بالنسبة لنص الدايرة، ومحور تماثل بالنسبة للدايرة. يعني معنى كده ملحوظة هي اللي احنا شفناها ان محور X ده هو محور تماثل للشكل ككل. فبتلاقي مركز ثقل النص دايرة بتقع على محور X، ومركز ثقل المستطيل اللي هي النقطة ده هي نقطة A2 ديت بتقع على محور X برضه، ومركز ثقل الدايرة اللي هي تعتبر مركز الدايرة برضه بيقع على محور X. تمام؟ فلما أجي أجيب مركز ثقل الشكل ككل برضه هيقع على محور X. فأنا في مسألة زي ديت مش محتاج أحسب الواي الواي داش، لأن الواي داش هتطلع بصفر. شفت وفرت عليا إيه بقى؟ ان انا دلوقتي من قرايتي بس للشكل ده ان الشكل ده متماثل كله حوالين محور اكس، يعني محور اكس محور تماثل للشكل ككل. فعرفت من قبل ما ابدا خطوات حل المساله ان محور اكس محور تماثل، وبالتالي مركز ثقل الشكل ده كله بيقع على محور اكس. فين بقى على محور اكس؟ ما اعرفش، بس هو بيقع على محور اكس. فانا محتاج اجيب الاكس داش بس بتاع الشكل ده، الواي داش بتاعته بصفر، فمش هحسب له واي داش. ده من انا بس لاحظت ان محور اكس محور تماثل للشكل ككل. تمام؟ طيب بالنسبه للشكل الاولاني الاكس داش بتاعته هتبقى سالبه لان هي في الاتجاه السالب لمحور اكس اهي. اما الشكل الثاني الاكس داش اللي هي اكس 2 البعد ده موجب، ان هو في اتجاه الموجب لمحور اكس. اشوف البعد ده قد ايه اللي هو المسافه ما بين مركز الثقل ونقطه الاصل. اكس 3 البعد ما بين مركز ثقل الشكل 3 ونقطة الأصل. تمام؟ يبقى أنا اكس 1 اكس 2 اكس 3 هي إيه؟ هي بعد مركز ثقل الأشكال ديت عن نقطة الأصل. فديت لازم أطلعها من على الرسم وأكتبها مظبوط عشان أطلع القيمة بتاعتي مظبوط. طب نشوف بقى المثال. هنشوف بقى المثال اللي قدامنا ده. اللي هو المثال 5-1 بيقول لك ايه؟ determine qx و qy. qx اللي احنا قلناها اللي هي ال first moment of area about y axis، اللي هو المومنت اوف اريا، الفيرست مومنت اوف اريا حوالين محور y. ال qy الفيرست مومنت اوف اريا حوالين محور x. طيب عاوز نحسبهم وعاوز احسب السنتويد مركز الثقل اللي هو مكان مركز الثقل of the composite area. ده هو من نفسه الراجل. طيب قال لك دي composite area. composite area يعني شكل مركب من اشكال منتظمه. طيب مبدئيا الشكل اللي قدامنا ده يا شباب اول حاجه في اي مساله لازم يبقى راسم لي المحاور بتاعتي عشان ابقى انا عارف فين نقطه الاصل. انا عندي محور اكس اهو ومحور واي اهو، تقاطعهم النقطه ده اهي هي نقطة الأصل. فهي ديت النقطة اللي أنا هجيب أبعاد مراكز الثقل عنها. تمام؟ فهو رسم لي الشكل ده، الشكل ده أقدر أقسمه لإيه يا شباب؟ فكروا معايا كده. مثلث مستطيل وسيمي سيركل ودايرة مفرغة.
بالظبط مثلث اللي تحت ده ومستطيل اللي هو أبعاده اللي أنا مظللها ديت 80 في عرض 120 صح؟ والسيمي سيركل اللي هي فوق دي كلها اللي هي نص قطرها ايش انا ده المستطيل اللي انا هاخده تمام ونص دايره سيمي سيركل نص قطرها 60 مللي ودايره مفرغه دايره مفرغه اللي هي 40 مللي الدايره دي انا خدت نصها مع المستطيل وخدت نصها مع نص دايره اللي فوق واضحه يعني انا كمساحه خدت نص الدايره مع المستطيل اللي تحت ونص التاني اللي فوق نص الدايره اللي فوق ده هاخده مع الحلقه بتاع نص الدايره الثانيه ديت الكبيره اضيفهم على بعض يديني نص دايره كبيره اللي هي نص قطرها 60 ارجع اخد الدايره نص قطرها 40 ديت مساحتها بالسالب فانا عندي كده اربع اشكال مثلث قائم الزاويه اهوت المستطيل اللي انا مظلله ده ابعاده 80 في 40 نص سيمي سيركل نص قطرها 60 مللي ودايره مفرغه نص قطرها 40 مللي فاجي اعمل ايه يا شباب اهو اول حاجه هرسم الاشكال ماشي ثواني دي الرسمه بتاعتي كلها هيت هو مداني بالابعاد تمام ديت الرسمه اللي هو مديها لي هقول بتساوي هرسم بقى الاشكال اللي انا هاخدها كل واحد بابعاده ادي المستطيل الاول الشكل رقم واحد هو مستطيل وحدد على الرسمه مركز ثقل المستطيل ده فين تمام مركز ثقل المستطيل ده فين طيب احنا قلنا مركز ثقل المستطيل المستطيل ده عرضه 120 وارتفاعه 80 صح بص على الرسمه الارتفاع ده 80 والعرض كام 120 فوق اهو تمام فمركز الثقل قلنا هتاخد نص العرض يعني على بعد 60 من محور واي وتاخد نص الارتفاع على بعد 40 من محور اكس ده اللي هو نقطه تلاقي القطرين ده مركز الثقل المستطيل يعني لو جيت هنا خدت خط افقي كده وخط راسي كده هيبقوا الاثنين دول محاور تناسب وبالتالي تقاطعهم يبقى مركز الثقل تمام؟ تمام يا دكتور تمام حددت مركز الثقل اهو اكتب بعد مركز الثقل عن محور واي 60 مللي البعد ده اللي هو ايه؟ الاكس واحد او لو الشكل ده سميته واحد او اي مثلا الاكس بتاعته هتبقى كام؟ 60 مللي اللي هي بعد مركز الثقل عن محور واي ماشي الواي بتاعته كام اللي هو بعد مركز الثقل عن محور اكس اللي هو الارتفاع بتاع مركز الثقل ده الواي دي بكام 40 مللي ادي 40 مللي اهي الاريا كام طول في العرض ده مستطيل الطول بتاعي 80 مللي في 120 مللي 80 في 120 هيطلع لك الرقم ده هيطلع لك 9000 او كام 9600 ملي متر مربع او 9.6 في 10 اس 3 فانا هعمل جدول زي ده اول حاجه الشكل ترقيمه اللي هو ده اي 2 اي اللي هو المثلث 3 اي مثلا او الشكل رقم 3 نص دايره الشكل الرابع اللي هو الاي في او الشكل رقم 4 اللي هي الدايره المفرغه وهيبقى أول خانة اللي هي الأريا بتاعت الشكل الأريا بتاعت كل شكل العمود اللي بعده الإكس بتاعت الأشكال كل شكل اللي هي الإكس أي ديت الأريا أي وديت الإكس أي في القانون والواي أي يبقى ده مساحة الإليمنت أنا دلوقتي قسمت الشكل بتاعي لكام إليمنت واحد اتنين تلاتة أربعة أربع أشكال منتظمة تمام فالعمود الاولاني مساحه الاشكال المنتظمه دي العمود الثاني البعد مركز ثقل الاشكال المنتظمه ديت عن محور واي اللي هو المسافه اكس العمود اللي بعد كده بعد مركز ثقل الاشكال ديت عن محور اكس اللي هي المسافه واي
والعمودين الاخرانيين دول حصل ضرب بالاكس في الاريا، هضرب العمود الاول في العمود الثاني هيديني الاكس في الاريا اللي هو العمود الثالث. الموضوع عمليه ضرب بس عشان اجيب السمشن بتاعهم في الاخر اللي هو في القانون زي ما هنشوف. فانا خلاص لو عملت الثلاث عواميد دول انا خلصت كده. العمود الثالث هيبقى الاكس في الاريا اللي هو العمود الاولاني في العمود الثاني، اضرب الرقم ده في الرقم ده واحطه هنا، الرقم ده في الرقم ده واحطه هنا، الرقم ده في الرقم ده واحطه هنا، الرقم الاولاني في الرقم 60 ده واحطه هنا، كله بشرط. العمود الاخراني الواي في الاريا، هضرب كل اريا الواي بتاعتها واحطه هنا، ده الايه الجدول بتاعي، واجمع مجموع الاريات هيديني الاريا توتال سميشن اللي هو تحت ده بقى سميشن اهو، سميشن مجموع الاربع اريات كل واحد باشارته هيديني الرقم ده، ديت الايه الاريا الكليه. اجمع الاكس في الاريا بتاع الاربع اشكال هيديني سميشن اكس في الاريا اللي هي في القانون. اجمع الواي في الاريا بتاع الاربع اشكال هيديني سميشن واي في الاريا اللي هي في القانون. عملت الجدول ده خلص الموضوع. طب تعالى بقى نكون الجدول، احنا لسه ما كونناهوش. احنا انا قلت لك بس ايه هو الجدول، ايه مكوناته. ده الاربع اشكال بتوعي انا رقمت اول شكل المستطيل اللي هو اي، الشكل رقم 2 سميته المثلث اللي هو تحت ده رسمته في مكانه، الشكل رقم 3 اي اللي هو نص الدايره رسمتها في مكانها، الشكل الاخير اللي هو الدايره المفرغه رسمتها في مكانها. طيب احنا خدنا المستطيل، قلنا المستطيل مساحته الطول في العرض 80 في 120 هيطلع لي 9.6 في 10 اس 3 الوحده مهمه ملي متر مربع. الاكس داش بتاعته قلنا 60 ملي اللي هو 120 على 2، الواي داش بتاعته اللي هي 80 على 2 هيدينا 40 ملي، احطهم هنا. كتبت دول خلاص، دول هيبقى حاصل ضرب اضرب 60 في 6.9 في 10 اس 3 هيطلع لك الرقم ده، لو حد معاه الحسبه يشيك وراي هيطلع لك الرقم ده. لو ضربت 40 في الرقم ده هيطلع لك الرقم ده. انت كده خلصت اول شكل. تعالى على الشكل الثاني المثلث، ركز معايا. اول حاجه مساحه المثلث، المثلث ده ابعاده ايه؟ نص طول القاعده في الارتفاع، القاعده بتاعته 120 ملي صح؟ طول القاعده 120 ملي والارتفاع 60 ملي صح؟ صح ولا مش صح؟ يبقى نص في 120 في 60 هيطلع كام؟ 120 على 2 يعني 60، يعني يطلع لك 60 في 60 يعني 3600 او 3.6 في 10 اس 3 ديت الاريا تمام؟ طيب مركز الثقل بتاع المثلث وديت برضه هتحفظها من الاشكال المنتظمه. مركز ثقل المثلث بيبعد، مثلث القائم الزاويه بيبعد عن القاعده بتاعته. بص القاعده بتاعت المثلث ده، المثلث ده مقلوب قاعدته اهي اللي هي 120، فانت هنا البعد عن البعد على القاعده ده بتقسم القاعده على 3 يعني القاعده ديت 120، فمركز الثقل بيقعد 120 على 3 من بدايه القاعده يعني 40، والارتفاع هتقسمه برضه على 3 هتنزل لتحت 60 على 3 يعني 20 بس بالسالب. تاني القاعده بتاعتك ده اهي 120، الطول ده كام؟ 120، والارتفاع ده اقدر اقول سالب 60. سالب ليه يا عم الحاج؟ لان ال 60 ديت في تحت محور اكس في الاتجاه السالب لمحور واي، فطولها 60 بس اشارتها بالسالب. طيب مركز الثقل فين؟ النقطه السوداء دي. طب النقطه السوداء دي ابعادها ايه؟ اجيبها منين؟ مركز الثقل المثلث، المثلث اللي هو البليت اللي هو التو دايمنشنال مش الوان دايمنشنال، لان الوان دايمنشنال له شغل تاني. يعني ايه وان دايمنشنال؟ لو خيط على شكل مثلث، ما بتكلمش في الخيوط انا بتكلم على بليت تو دايمنشنال. مركز ثقله ايه؟ اتش على 3 وبي على 3. القاعده ديت سميها بي، بي سمول يعني، بي
البي ديت ب 120، العرض بتاعك ده 120 مللي، فيبقى بي على 3 يعني 40، يبقى انت هتمشي كده 40 ماشي، وهتنزل اتش على 3 لان المثلث بتاعك لتحت. طب لو المثلث لفوق هتطلع اتش على 3، يعني المثلث ده لو معدول لفوق هتمشي كده 40 وتطلع فوق اتش على 3، بس المثلث اصلا تحت فنقطة مركز الثقل هتنزل لتحت. فانت هنا هتمشي بي على 3 اللي هي 120 على 3 يعني 40، وتنزل الارتفاع بتاعك على 3 اللي هو اتش على 3. اتش عندك ب 60، يبقى 60 على 3 ب 20 بس بالسالب، سالب 20. واصله؟ يبقى عندك الاكس داش او الاكس بتاعتك 40 بالموجب، لان هنا في الاتجاه الموجب لمحور اكس، المسافه ديت في الاتجاه الموجب لمحور اكس. اما الواي هي اللي بالسالب لان عندك المسافه الرأسيه ديت اهو اللي هي سالب 20، 20 بس تحت في الاتجاه السالب لمحور واي، فتبقى سالب 20 وتحطها باشارتها. واضحه؟ اجيب بعد مركز الثقل عن نقطه الاصل، فالبعد ده بي على 3 يعني 40 وبالموجب ماشي، البعد ده اتش على 3 يعني 20 بالسالب لانه في الاتجاه السالب لمحور واي. خلاص كتبت الثلاثه دول، اضرب الاريا في الاكس هيديني الرقم ده باشارته، واضرب الاريا في السالب 20 هيديني الرقم ده بالسالب برضه باشارته. ده كده الشكل رقم 2. تعالى على الشكل رقم 3 اللي هو نص الدايره. نص الدايره دي الاول انت لازم تبقى عارف مكان الشكل بتاعك فين، عشان لما تيجي تجيب البعد مركز الثقل بتجيبه بالنسبه لنقطه الاصل ده، اهي مش بتجيبه بالنسبه للشكل نفسه. يعني تاني، يعني نقطه الاصل دي تحت اهي والشكل عندي متعلق لفوق، فنقطه مركز الثقل هيبقى في النقطه السوداء دي، هنشوف ابعادها دلوقتي. انا عاوز اجيب ابعاد النقطه ده اهي عن نقطه الاصل، مش عن القاعده، مش عن قاعده الدايره، مش عن قاعده نص الدايره. يعني السيمي سيركلر ديت فوق اهي، لو هي تحت هيبقى وضعها مختلف، لا بس هي فوق، فانا بجيب احداثيات مركز الثقل بتاعها عن نقطه الاصل اللي هي تحت. ما تنساش النقطه دي، انا بجيب بعد مركز الثقل الشكل عن نقطه الاصل اللي هي نقطه صفر وصفر او نقطه تقاطع محور اكس ومحور واي. طب الدايره دي، فوق المستطيل اللي هو ارتفاعه 80، فانا هاجي فوق 80 مللي اهمت، واقوم جاي راسم نص الدايره بتاعتي. نص الدايره اللي هي قطرها طوله 120، يعني اجي اعمل خط اهوت 120، الخط ده اللي هو القطر بتاعها ده 120 مللي، واجي من نصه بالظبط النقطة ديت هي مركز نص الدايرة، أرسم نص الدايرة بتاعتي اللي هي نص قطرها كام؟ 60 مللي. طيب بالنسبة لنص الدايرة يا شباب، ودي برضو من الأشكال الهندسية المنتظمة اللي أنت هتحفظ القانون بتاعها ده، أهو مركز الثقل بتاع أي بليت على شكل سيمي سيركولار على شكل نصف دائرة بيقع فين؟ فوق، مركز نص الدايرة، مركز نص الدايرة أهو فوقه على ارتفاع قيمته 4R على 3 بار، 4 في نص القطر على 3 بار. تاني، يبقى البعد العمودي أو البعد العمودي ما بين مركز نص الدايرة ومركز ثقلها هو 4R على 3 بار. طب الR عندي بكام؟ 60 مللي، يبقى تضرب 4 في 60 مللي على 3 باي، اللي هي 3.14 من 100 اللي هي 22 على 7، يعني هيطلع لك ان البعد ده 25.46 من 100 مليمتر. انهي بعد؟ اللي هي المسافه الرأسيه ده، اهي المسافه الرأسيه ما بين مركز ثقل النص دايره و المركز بتاع نص الدايره. طيب البعد ده اصلا هو بعد ما بين النقطتين دول، انا عاوز البعد الرأسي بقى ما بين مركز الثقل ومحور اكس اللي هو الواي داش، هضيف بقى على البعد ده اللي هو 25.46 من 100، هضيف عليه 80 عشان يديني البعد ده، هو كله البعد الرأسي، البعد الرأسي ما بين مركز الثقل ومحور اكس، البعد ده اللي انا محدده ده هو ده الواي
الواي داش بتاع النص دايرة، بعد مركز ثقة للنص دايرة عن نحو الإكس هيساوي إيه؟ هيساوي 80 ملي زائد 4 أضع 3 باي اللي هي 25 و 46 من 100. هيطلع لك كام لو جمعتهم؟ هيطلع لك 105 و 46 من 100. ديت الواي بتاعتها، واضح؟ بجيب بعد مركز الثقل عن المحاور نحو الإكس ومحو الواي. بعد مركز الثقل عن نحو الإكس ده المسافة واي، فالمسافة ديت عبارة عن إيه؟ عبارة عن البعد الأصلي اللي هو 80 ملي دول كده 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 معايا، هطلع فوقيهم البعد ده اللي هو بداية نص الدايرة، هطلع فوقيه 4 4 3 باي اللي هي طلعت 25 و46 من 100. ف 25 46 من 100 زائد 80 هيطلع لك 105 و46 من 100. ديت المسافة واي. طب المسافة إكس هي المسافة ده اهي، بعد مركز الثقل عن نحو الواي. طيب ما انا قلت مركز الثقل فوق مركز نص الدايره، يعني على نفس الخط الراسي. لو جيت عملت خط راسي كده هيبقوا الاثنين واقعين على نفس الخط، فالمسافه دي اصلا 60 مللي، يعني المركز بتاعك على بعد 60 مللي، تمام؟ يعني المسافه دي كلها 120، فالمركز في النص، وبالتالي مركز الثقل برضه بيبعد مسافه افقيه عن نحو الواي اللي هي 60 مللي. واصله؟ واصله يا شباب؟ تمام يا دكتور. الاكس عندي ب 60 والواي بتاعتي 105 46، عرفنا جت منين؟ طيب مساحه نص الدائره اللي هي الاولانيه ديت، المساحه عندي اصلا في الاول بالموجب، لان يعني نص الدائره دي هتبقى معايا كلها، هاخدها وبعد كده هطرح مساحه الدائره اللي في الاخر دي. مساحه نص الدائره نص مساحه الدائره، ومساحه الدائره باي ار تربيع، فيبقى عندي باي 60 تربيع على 2، اجي يطلع لي الرقم ده، باي ار تربيع على 2 عشان يديني مساحه نص الدائره دي، هيطلع لي الرقم اللي قدامي ده. خلاص يبقى انا كده هضرب الرقم ده في 60 هيديني الرقم ده اهو، واضرب المساحه ده اهي الرقم اللي هو 105 اللي هي واي، 105 و46 هيديني الرقم ده، تمام؟ اخر حاجه خالص، الدايره عندي اللي هي هتبقى مفرغه، فشوف حاطط لك الاشاره سالب، يعني دول المستطيل ده زائد المثلث ده زائد النص دايره دي ناقص الدايره اللي عندي في الاخر دي هتبقى مساحتها بالسالب. فاول حاجه لازم تاخد بالك ان المساحه قدامها اشاره سالب، لازم لو ما حطيتش اشاره سالب ديت المساله باظت منك. فالمساحه بتاعتك دي بتاعت الدايره هنحط قدامها اشاره سالب. طيب الدايره دي هترسمها في مكانها، الدايره دي مركزها على ارتفاع 80، هتيجي على ارتفاع 80 اهو، وبيبعد مسافه 60 برضه من محور واي، يعني المسافه دي 60، تمام؟ هتكون جاي حاطط المركز بتاعك وترسم الدايره لنص قطرها 40 متر. مركز ثقل الدايره فين يا شباب؟ هو مركز الدايره، صح؟ وانا مغمض بقى، لان يعني مركز الدايره زي ما احنا قلنا هو نقطه تقاطع محاور تماثل الدايره. فالمركز الدايره ده هو مركز ثقل. طيب انا عاوز اعمل ايه دلوقتي؟ عاوز اجيب بعد مركز الدايره ده او مركز ثقل الدايره عن نقطه الاصل. الاكس بكام بتاعتها والواي بكام؟ طيب الاكس بتاعتها هي المسافه الافقيه ده اهي، المسافة الأفقية ديت اللي هي كام؟ 60 مللي من على الرسم، صح ولا مش صح؟ تمام. طيب الواي داش بتاعتها هي المسافة الرأسية من مركز الدائرة أو مركز ثقل الدائرة نحو الإكس، المسافة الرأسية دي كام؟ اللي هي 80 مللي من على الرسم أهي، إن عندي مركز الدائرة بيبعد مسافة 80 مللي من على الرسم أهوت عن نحو الإكس، فيبقى الواي داش بتاعتي 80 مللي، تمام؟ طب مساحة الدايرة هنا إيه بقى؟ يبقى أنا جبت الإكس داش ب 60 والواي داش بتاعتها 80. طب مساحة الدايرة باي أر تربيع أو باي أر 2 تربيع أو باي في 40 تربيع بس بالسالب. ليه بالسالب؟ لأن المساحة ديت مفرغة، فيبقى سالب باي
في 40 تربيع هيطلع لي الرقم ده. تمام، طلعت المساحه هي بالسالب، هضرب المساحه في الاكس باشارتها، المساحه هنا سالبه في الاكس موجبه، هيطلع لي ان الاكس في الاريا بتاعتها بالسالب، سالب في موجب بسالب، هضرب المساحه السالبه في 80 هيطلع لي الواي في الاريا بتاعتها برضه باشارتها اللي هي السالبه. تمام كده انا خلصت الجدول بتاعي، المساله خلصت تقريبا. هعمل ايه بقى؟ هجمع العمود ده الاريا، مجموع الاريات كل واحده باشارتها، يعني دي موجبه ودي موجبه ودي موجبه ناقص دي، او يعني دي بالسالب زي ما هي باشارتها السالبه، هيطلع لي الاريا توتال، الرقم ده هو الاريا كابيتال بتاع الشكل ككل، اللي هي الاريا المحصله او الايكوفالنت اريا او التوتال اريا بتاع الشكل ككل. تمام، وهاجي هنا هجمع سميشن اكس في الاريا اللي هي ده زائد ده زائد ده زائد ده باشارته او ناقص ده، يعني هجمع الاربع ارقام دول هيطلع لي ده القيمه ديت اللي هي سميشن الاكس في الاريا، او اللي احنا كنا عرفناها الكيو واي، احنا قلنا من شويه الكيو واي اهو اللي هي كانت بتساوي سميشن الاكس في الاريا، فده اللي هو الفيرست مومنت اوف اريا حوالين محور واي، صح يا شباب فاكرين؟ يبقى كيو واي اللي هو القيمه دي اللي هي سميشن اكس في الاريا اللي هي كيو واي اللي هو كان طالبها مني في المساله، اللي هي الفيرست مومنت اوف اريا اباوت واي اكسس. العمود الاخراني سميشن اجمعه، يبقى المجموع الاربع ارقام دول كل واحد باشارته هيديني سميشن واي في الاريا اللي هي الكيو اكس او الفيرست مومنت اوف اريا اباوت اكس اكسس. فانا كده جبت كيو اكس، مجرد ما عملت الجدول وجمعت جبت كيو اكس اللي هي سميشن واي في الاريا، الرقم ده اهو على طول كتبته له، وحدته ايه؟ الاريا مليمتر مربع والواي بالمليمتر، لما تيجي تضربهم يبقى مليمتر مكعب، نفس الكلام بالنسبه للايه؟ للاكس في الاريا. فكل واحد اهو كيو اكس، الكيو اكس اللي هي فيرست مومنت اوف اريا اباوت واي اكسس طلع بالرقم ده، والكيو واي فيرست مومنت اوف اريا اباوت اكس اباوت واي اكسس هتطلع بالرقم ده. عاوز بقى اجيب الاكس داش من القانون بتاعي، الاكس داش كان القانون بيقول ايه يا شباب لو نفتكر؟ ان الاريا توتال في الاكس داش بتساوي سبميشن الاكس في الاريا. طيب انا عاوز اجيب الاكس داش، فاقول له الاكس داش هتساوي سبميشن الاكس في الاريا على الاريا توتال. معايا؟ الاكس داش اللي هو اللي انا عاوز اجيبها بعد مركز الثقل عن محور واي بتاع الشكل ككل هتساوي سبميشن الاكس في الاريا اللي هو الرقم ده، هو سبميشن اكس في الاريا اللي هو الرقم ده على الاريا توتال اللي هو الرقم ده. بمنتهى البساطه هيطلع لي ان الاكس داش بتبعد مسافه 54.8 مللي. نفس الكلام الواي داش هتساوي سميشن الواي في الاريا على الاريا توتال، يعني سميشن الواي في الاريا اللي هو الرقم ده على الاريا توتال اللي هو الرقم ده، اقسمهم على بعض هيطلع لي ان الواي داش بتاع الشكل ككل هي 36.6، يبقى انا كده جبت احداثيات مركز الثقل بتاعي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو صغرت شويه كده، مركز الثقل بتاعي بتاع الشكل ككل ده بيبعد، همشي على الاكس هنا مسافه 54.8، يعني اقل من النص بشويه، هو نص نص العرض ده 60، لا انا همشي اقل من العرض بشويه 54.8، واطلع في اتجاه محور واي في الاتجاه الموجب 36.6، وارجع حاطط نقطه، يبقى هي ديت مركز ثقل الشكل بتاعي ككل. انا كده حددت فين مركز ثقل الشكل بتاعي اللي هو الكومبوزيت بودي. تاني، مركز الثقل بتاعي الاكس بتاعته امشي كده 54.8 مللي، واطلع راسي مش عارف كان كام، 36 ومش عارف نسيت، 36.6،
واطلع على راس 36.6 يعني مثلا هنا كده، يبقى مثلا النقطه ديت مثلا مركز الثقل، او زي ما تكون هنا ولا هنا زي ما تكون. انا كده حددت مركز الثقل بتاعتي. تمام يا شباب، فهمتوا المساله كده؟ تمام يا دكتور. حد عنده اي سؤال؟ طيب انا هكتفي بكده النهارده. وان شاء الله بقى ثانيه واحده نبقى نكمل الاسبوع القادم ان شاء الله. لو سمحت يا دكتور، هيبقى في سيكشن الاسبوع ده؟ ممكن تاخدوا سكاشن عادي، يعني سكاشنكم في الكلية صح؟ اه دور على طول. طيب يوم ايه السكاشن؟ بكرة وبعده. بكرة وبعده. طيب المندوب بس يتواصل مع المهندس عمرو في الجدول وهو هيقول لكم، وانا برضه هتكلم مع المعيد يعني اشوف. شايف الكاميرا كده هننزل يا دكتور في مواد ثانيه؟ كده نازلين، فهيبقى في سيكشن ان شاء الله. انا بس المندوب بس يكلم المهندس عمرو عشان ياكد معاه. تمام. المره الجايه بالنسبه للميعاد، يعني مبدئيا هيبقى متاخر شويه عن النهارده. يعني لو الدكتور مين الدكتور الكهربائي اسمه الدكتور مين؟ دكتور سمير. دكتور سمير. يا عمر، مش انت المندوب يا عمر؟ اه يا دكتور. طيب لو انت عرفت قبل ميعاد المحاضره الدكتور سمير هيبدا امتى ويخلص امتى، عرفني عشان اظبط برضه وقتي، اديكم ريكو ربع ساعه وابدا بعد. تمام؟ تمام حاضر. خلاص مش بعت لي رساله على التيم كده وانا هكتب لك رقم تليفون. تمام ماشي يا شباب، ماشي، اشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه. وكنت بعت لحضرتك على الواتس امبارح. بعتلي انت على الواتس امبارح الرقم اللي بعت لحضرتك امبارح، اللي كان بيسال حضرتك على ميعاد المحاضره. ثواني كده اتاكد ان انت بعتلي امبارح. انت ما بعتليش امبارح، فيش رقم غريب بعت امبارح. يا استاذ ليه؟ لا مش انا. انت بعت لحد تاني. خلاص يبقى شكلها اتبعت لحد تاني. خلاص تمام، اسف. تمام مفيش مشكله. ابعت لي رساله على التيم دلوقتي او ابعت لي رساله على التيم وانا هدي لك الرقم. ماشي؟ تمام. ماشي يا شباب. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.